سورة السلمويات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمود يا أبي الله يعطيك العافية، هذا أحمد أبو الحجاوي هو الأسعفني. يا ابني إن متت الموت حق، يا ابني أنا مسامح جميع أمة محمد، جميع أمة محمد مسامحون، اللي إلي عندي واللي مالي عندي، وإذا حدا طلب مني شيء يا ابني جاكم قال لكم انا لي دين عند ابوكم توفوه، وانا رضيان عليكم يا ابني. سامحني يا ابني، انت اخواتك وامك وخالتك، والحمد لله يا ابني. انا والله بتشكرك وبتشكر اخواتك، ويا ابني الموت حق، وانت مكفل بالجميع من بعدي، انت واخوتك بتخلصوه وبتبيعوا الاراضي اللي عندي حوالي الضيعة وبتكمل الجامعة يا ابني، ما بتشحدوا من حدا، والدار اللي استعمرتها أي واقف لوجه الله ما بتاخذوا أجار، ودار الجامع بتضل للجامع للإمام يا ابني، والموت وحق. إيش أنت وكلف وقاسم وحامد ومصطفى والبنات ما تحرمون من حقهم يا ابني، هي اخر وصيه لي انت. الله يعطيك العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.